خلى في السيري نتاع لي فيكتوار ان شاء الله قال اولادي يكملوا هكايا وان شاء الله الفريق لاباس. وحضوركم اليوم يظل يؤكد ويرد على برشا شائعات كانت تقال في وقت سابق. هاك قلت فهمك شائعات، احنا ديما ملمومين مع النادي وديما يد واحده والفريق هي قبل الناس الكل. تصور ما كان ما تبعش على النادي الفريق. لا ما نبعدوش، احنا طول عمرنا موجودين بحذا النادي وباتصال ديما مع المسؤولين، ووقت اللي طلبونا باش نكونوا موجودين هنا موجودين وتحت خدمة النادي. كلمة جمهور الكلوب. هاك شفت الجمهور تبارك الله اليوم كيبدا جمهور هكا يدز جمعيته وقلت تربي الكلوب ديما لاباس. بالنسبة للأزمة المالية. الأزمة المالية هنا قاعدين نلقاو في حلول، ديجا نسقنا البارح البارح لقينا الحل في دوسي كرو لا ترافير الفيدراسيون والدكتور وديع الجري بارك الله فيه، وإن شاء الله الجاي خير وإن شاء الله لاباس.